رئيس الجمهورية. سيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، تعرفون قصة، عندي لكم خبر سيء وخبر مفرح، فبماذا تريدون أن أبدأ؟ تعرفوها الكل هذه. طبيعة الحال الناس كلها تقول لنبدأ بالخبر السيء باعتبار أنه بعد نبقى على الانطباع نتاع الخبر الطيب. إذا خليني نبدأ بالخبر السيء، هو أنه العصرة نتاع البارح كانت أولى العصرات، وما زالت برشا برشا غصرات باش توجهكم. الخبر السيء ايضا هو انه ستجدون كما هائلا من المشاكل المتراكمه، وهي مشاكل اكثر من 30 سنه ان لم نقل اكثر من مشاكل 50 سنه. ستجدون ايضا يعني توقعات كبرى وكبرى وكبرى. وستجدون جماعه توا وجماعه قداش الوقت 11:15 بعد ساعه باش يخرجوا لمطالبه باستقاله الحكومه نظرا لفشلها العارم. ما بين جماعه توا وجماعه الاستقاله الفوريه للنظر للفشل العارم وجماعه حقوقي والواجبات وواجباتكم، وما بين جماعه نقب في يوم من الايام توا 30 سنه اعطت كف الرجلها تواليها 10 سنين ما رجعش الكتاب اللي تسلفه مع عن صاحبه. هذا مجموعه اللي نقبوا فمني. لا 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 لا